مراجعة فيلم توم هانكس الجديد إلفيس. الفيلم عن قصة حياة المغني الراحل إلفيس بريسلي في الخمسينات وعلاقته المعقدة مع مديره الكولونيل باركر. الفيلم فاز في اختيار الشخصية المناسبة اللي هو الممثل أوستين باتلر. حسسني قاعد أتابع المغني إلفيس بنفسه من كتر ما تقمص الشخصية وأبدع فيها. وفاز من ناحية التصوير والموسيقى والميك اب والازياء الكلاسيكية. لكن في الجهة الثانية واللي ما عجبني في الفيلم اني كني بتابع فيلم عادي ووثائقي عن حياة إلفيس. والحوارات في الفيلم كانت ضعيفة، حتى ما شدني اي ممثل ثانوي لان التركيز كله كان على إلفيس نفسه. حتى توم هانكس ما حسيت اني بتابع الممثل المعروف توم هانكس. وللأسف ما كان في اي تنويع في الفيلم، كان متمسك بالدراما طوال الوقت. وعلى طار الوقت، مدة الفيلم 2:40، والله too much. واكثر شيء حببني في العمل هي الرسالة الموجهة للمشاهد. هذا الفيلم حاولت اني اطلع باي رسالة ما لقيت. الفيلم لعمر 18 سنة وفوق موجود في جميع صالات السينما، شوفوا يمكن يعجبكم اكثر مني. تقييمي الشخصي لهذا الفيلم هو 6.5/10. سلام.